أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد عصار عمق العلاقات المصرية النمساوية المتميزة. وخلال استقبال العصار لسفير جمهورية النمسا بالقاهرة ووفد إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إعداد البرامج التدريبية وتطبيقاتها، تم بحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، ومن بينها التعاون في مجال التدريب وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتدريبية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي. كما تم استعراض نتائج زيارة الشركة النمساوية إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة.